صباح النور والقشطة من عينيا. الله الله، ده ما فيش فلوس. بكرة إن شاء الله. حاضر. راجلنا الفول يا ابن الناس. صباح الخير يا زبدة. استنيني ثانية واحدة. الفول المدمس يا خال. صباح الخير يا عم عمرو. صباح النور والطبق البنور. بس فصة. من عيني يا فرج الله. صباح الخير يا عم عمرو. صباح الخير يا استاذ حسن. يعني خارج النهارده بدري، مش هتفطر من عندنا ولا ايه؟ لا معلش اعتقني من فولك النهارده، اصل عندي شغل كتير قوي. صباح الخير يا رحمه. صباح الخير يا استاذ حسن. ازاي زبده؟ كويسه؟ كويسه. وعامل كويس؟ وانتي؟ ما تلحق الشغل يا استاذ حسن. طب يا عم عبده، بقى يوم واحد اتعتق من فولك تعمل فيا كده؟ انا خايف للشغل يبوظ. طيب يا عم عبده، السلام عليكم. وعليكم السلام. ابن حلال. هو مين؟ الفول. فرج الله. الفول المدمس. وانا يا عبد. عبده. نعمين يا ست بطة. فولك كويس النهاردة؟ الفول اشتكى يا ست بطة. لازم القدرة مضايقاه يا عبد. هتجننه، الفول استوى وطالب الأكل. ناكله عشان خاطرك يا عبد. هات قرشين فول. يا هانا جنن يا ست بطة. سلامتك. يا فرج الله. مفيش. الفطار. طيب بقى حطيه عندك واعملي لي كوباية شاي. حاضر. مش معقول يا فرج الله. وليه لا؟ مش معقول بطة تبص لي انا يظهر اني هبتدي اضحك على نفسي. عويس فوق لنفسك، انت خلاص فاتك القطر. قطر؟ قطر ايه يا عمي؟ القطر يا بنتي. انت مالك النهارده؟ ولا حاجه، بس بتريق على نفسي. يلا نفطر. يا مهلا بيا يا
يا خاله. صباح الخير يا أوس. هو جلجل اخويا مصحيش؟ مش عايز، كل ما اقول له اصحى عشان تفطر يصرخ ويقول لي بعدي عنه. ليه مان؟ مش عارفه، بقاله كام يوم على كده. جلجل جلجوله اصحي يا اختي عشان تفطري. سيبوني مش عايز اصحى، سيبوني احسن ما اموت نفسي. اختي موت نفسه الف بعد الشر. جلجل جلجوله جلجولتي مالك يا روح اختك؟ سيبيني مش عايز افطر، مش عايز اقوم، مش عايز حاجه ابدا. ليه يا روحي مالك؟ متضايق يا اختي، تعالى موت نفسك. تموت نفسك ليه؟ عاوز ايه اللي انت عاوزه اجيبهولك؟ عاوز ايه يا روحي؟ المتسكي، انا النهارده هخلي المعلم حنفي ينزل يجيبهولك. خلاص قومي يا روحي، قومي يا ستي. مش عايز المتسكي، مش عايز حاجه، عايز ازيد صبغه يود. صبغه يود ليه؟ كفالة الشر عشان استريح. تموت نفسك يا جلجوله، ده انت اللي فاضل لي من الدنيا. ايه اللي مزعلك بس يا حبيبي؟ اللي انا عايزه ما تقدريش عليه. ايه هو بس؟ البنت رحمة. رحمة؟ مالها؟ بحبها. بتحب رحمة؟ اما زوزو هتعمل فيها ايه؟ خلاص ما بحبهاش، بحب رحمة، عايز اتجوز رحمة. واذا جوزتها لك؟ صحيح يا اختي. انت عارف اختك لما تحط في دماغها حاجة. يا حبيبتي يا اختي، ربنا يخليكي ليا. ده بس اللي مزعلك؟ بقالي يومين مش طايق الهدوم الحرير اللي عليا. ما كلمتهاش ابدا؟ ما بتعبرنيش، كل يوم البس لها بدلة جديدة، ولا هي هنا. اصلها بتحب الواد حسن الميكانيكي. ايه؟ بتحب حسن الميكانيكي؟ ده كده؟ ايوه يا اختي، وكل ما اجي اكلمها تبص لي من فوق لتحت ومن تحت لفوق زي اللي بتاسفني. اتاري بيتقل عليا. والله وقعت يا استاذ حسن ولا حد سمع عليك. شوفي لي طريقه يا اختي، انا بحبها، انا في عرضك. ولا تحمل هم، بكره اجيبها لك زي الجزمه في رجلك. صحيح يا اختي. امال يا روحي، ما انتش فاكر البت قطه عملت فيك ايه الاول؟ مش جوزتها لك؟ مش خليتها زي الشراب في رجلك لغايه ما قلحتها انت؟ والبت لواحظ وعزيزه منجة. حق، لو جوزتيني رحمه مش عارف فرحتي هتبقى قد ايه. ده انا اللي فرحتي هتبقى اكتر. انا اصلي لي حساب قديم مع سي حسن وانا الاوان عشان يخلص. انت عايزه حسن؟ مدوخني يا جلجلتي، قال ايه عامل نضيف قوي. معلش، قوم انت يا حبيبي افطر وسيب لنا الموضوع ده. بوسه يا اختي. عمي. ايوه يا رحمه. ما قلتليش هنطبخ ايه النهارده؟ والله يا بنتي انا نفسي في العدس. عدس؟ ما احنا لسه طبخينه امبارح. طب وماله؟ حد يزهق بالعدس؟ امبارح اكلناه شوربه، النهارده ناكله بجبته. انت نسيت الراديو قال ايه عن فوائد العدس؟ عارفه، العدس فيه فيتامينات تخلي الواحد زي الطور. بس انا يا عمي مش عايزه ابقى طور. امال يعني عاوزه تبقى غسال؟ النهارده بقى هنعمل كفته بالصلصه. كفته بالايه؟ بالصلصه. بالصلصه؟ يعني رطل لحمه ب 17 قرش ورز بقرش وسمنه بثلاثة وطماطم بقرش، يعني ضاع ربع جنيه. عشان خاطر يا عمي. وكمان قطتي عايزه تاكل كفته. طيب يا ستي، كفته كفته زي بعضه. ادي ورقه بربع جنيه. الله، الساعه 7:30 اتاخرت على الديوان. سلام عليكم. النهارده بقى يا زبده هناكل كفته. كفته النهارده هناكل كفته يا زبده. رحمه. ايوه. اديني الطربوش، نسيته. عمي زبده زعلانه منك خالص. خير ان شاء الله، في ايه؟ علشان كل يوم تقول لها هتجيب لك الجلاجل وبقى لك اسبوع ما جبتهمش. طيب هو عيد ميلادها امتى؟ عيد ميلادك امتى يا زبده؟ ايه؟ بتقول لك بعد بكره. خلاص، بعد بكره اجيب لها الجلاجل، وكمان نعمل لها حفله كفته بالصلصه. مبسوطة يا زبدة؟ عمي هيجيب لك الجلاجل، وأنا هحط لك شريط أخضر وتمشي في البيت تدلعي وتقولي تيك تيك تيك. محوه حبهان ومستكة وقرنفل.
وده معقول؟ أنا اتأخرت. يا عم حمزة. أفندم. إيه البن بتاعك ده؟ ماله يا أفندم؟ مش محوج يا أخي. ما بقيش هنا حبهان ولا مستيكا ولا حروف. ده البن اللي بتشرب منه بقالك 40 سنة. غيره يا أخي. بعد 40 سنة؟ ده عمر يا عويس أفندي. في حاجة بتتغير بعد 40 سنة. أيوة يا أخي، كل شيء بيتغير. يلا خد أخوتك. فضنا فضنا. يلا خد أخوتك. مالك يا عويس؟ في إيه؟ من ساعة ما دخلت وأنت مش أنت. اسمع. بص لي. بص لي كويس وحقق، لان هسألك سؤال مهم. ايه يا ترى السؤال المهم؟ معقول يعني؟ وايه اللي معقول؟ معقول انها تبص لي. يا مين؟ بطة. بطة؟ انت اشتريت بطة؟ لا، ست بطة اللي ساكنة قدامنا. مال؟ عزمتني النهاردة على فنجان قهوة محوج بالحبهان والمستكة والقرنفل. حلوة؟ حلوة، حلاوتها زعقة أوي. على كل حال في ستات ذوقها غريب قوي. يعني معقول؟ ليه لا؟ كل ما في الامر يلزمك عمليه اوفر هول. اوفر هول؟ يعني ايه اوفر هول؟ يعني عمليه تجديد، عمليه تنظيف من كله. تشتري لك خمس ست بدل، 10 15 قميص، شويه كرافتات، وتصبغ الليفه البيضه دي واعجبها وتعجب ابوها كمان. ايوه بس الشغلانه دي عاوز لها يجي 200 جنيه. ما انت مليان يا اخويا. بحبح على نفسك، اتمتع يا عويس افندي. هتفضل تحطهم على بعض لحد امتى؟ لحد ما ياخدهم غيرك؟ يا شيخ صلي على النبي. هم كلهم قد ايه؟ دول 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ايوه بتاع وش العمق. محوش 1000 جنيه. امال بتصرف من ميتك قد ايه؟ الربع. وبشيل التلات ارباع. وتحرم نفسك ليه؟ بتحوش لمين؟ للزمن يا اخي. زمن بقى يا راجل تقعد خمس سنين ببدله واحده عشان تحوش للزمن؟ ما تسكت ما تفضحناش. طب فوت 5 جنيه سلب بقى الاول الشهر. 5 ايه؟ 5 جنيه عاوز اشتري بدل للعيال على دخول المدارس. اسمع خلينا اصحاب احسن كده. ايوه كده. طيب طيب يا عويس افندم. نهارك ابيض. دي ساعة ولدي. هتدفع ولا على حساب السيد؟ ابقى حاسب السيد. عنا. ايه يعني؟ هي روح الناس عندك لعبه وانت ناس انت؟ خليك مؤدب احسن اهزقك في الحاره. انت تهزقني انت؟ اختي اختي وريني بقى هتهزقني ازاي. امشي من قدام احسن لك. وما مشيتش يعني هتعمل ايه؟ هربيك لان يظهر الست اختك ما ربتكش. اختي عاوزيك الجوله. الواد حسن عايز يضربني. يضربك ليه يا اسطى حسن؟ هي الناس اللي تحبك تضرب؟ الاشكال اللي زيكم ما تتحبش وما احبش اعرفها كده يا استاذ حسن. طب لم نفسك وروح لحسن انزل لك. بدل ما تربي اخوكي تقولي لي كده. اخويا متربي على الغالي يا استاذ حسن، يا ب 40 قرش في اليوم. طب انا نازله لك 40 قرش بقى الحلال. طب امشي بقى من قدام احسن اموتك. لو مديت ايدك تاني هربيك. انت تربيني انت؟ طب وريني هتربيني ازاي. سيبنا انا لازم اموت معاك. بس هول بالك على حبحك. ليه كده يا سحاشة؟ شيل ايدك. ما تخليك حنين. امه وفر على نفس الكلام ده.
تعرف انا راجل لحم ما يتاكلش. انت بتتأنزع على ايه يا ندمان يا ابو بدله واحده؟ جلجل بتصرف كام في اليوم؟ 3 جنيه يا اختي. واللي الندمان اللي الفول قطع قلبه. سي حسن انت احسن لك تعزل من الحته يتصلح امورك معانا. ده انا بطه، عارف يعني ايه بطه؟ طب ايه رايك ان انا اللي حزلك من الحته؟ كان غيرك اشطر، ده انا الحته يا دلعاكي. انت مغروره. طوعني ما توقفش قدامي. لامها حسن وما تزعلنيش منك. امشي امشي بلاش كلام فارغ. انت واقف بتزقني؟ مش كده. سيب ايدي يا واد انت. سيب ايدي يا واد انت. سيب ايدي بقول لك. سيبها يا ابو علي. ايه يا استاذ حسن؟ شايف يا معلم حنفي؟ هي اللي مدت ايدها. طب سيبها. اذا مدت ايدها مره ثانيه هضربها. بقول لك سيبها. ايه الحكايه يا استاذ بطل؟ كان بيضرب جلجل. تضربه ليه؟ عايز يدوس بالموتوسيكل. بقول له حاسب شتمني. شتمه ليه يا سجلجل؟ ويعني ما اشتمه يطلع ايدها. تبقى تستاهل يا سجلجل. وانت يا استاذ حسن حسن ملابسك بعد كده مع الست بطه. انت مش عارف ولا ايه؟ انت عارف يا معلم حنف ان انا طول عمري في حالي وما بتعداش على حد. على كل حال المضادي سماح، لما بعد كده هعرف شغلي. يلا بط بقى كده. ازيك يا سعوي؟ ليه يا معلم؟ اضربه ليه؟ شتمني. وايه اللي خلاك تنزلي؟ لكن هيموت جلجل. يستاهل ما هو المتفضع عنه. ايه الحكايه يا معلم حنفي؟ شايفاك اليومين دول كده متغير. ان جيت الحقيقه انا زهقت قوي، طول النهار خناق وشتيمه وزعيق وجري شكل. ما كنتش عارف كده من الاول؟ جري يا بطه انت بتاسفيني ولا ايه؟ نسيتي ان انا سايب بيتي واولادي علشان خاطرك؟ نسيتي ان انا ضيعت فلوسي كلها عليكي؟ ده ده؟ ان ما كانش عاجبك يا حبيبي مفيش لزوم للموشحات دي كلها. الباب يعدي الجمل. يا حيلك انت فاهمه ان انا عليه وبعد ما خلصت عليه طردتيه؟ لا ده انا حنفي. لا مؤاخذه يا سي حنفي، ما كنتش واخده بالي. بطه ما تكلمنيش كده لحسن، انت عارفه ان انا ايدي طويله. على غير يا حبيبي. وعليك انت كمان. ما تزودهاش بقى لحسن يبقى نهار. انت بتهدديني؟ اسمع يا حنفي، زي ما عرفنا بعض بالمعروف. ده بعدك، ده انا صارف عليك 3000 جنيه، ده انا هقطعك حته حته كده. تحب تتفرج دلوقتي؟ وهون عليك يا حنفي. من كرهنا كرهناه. انا اكرهك؟ حد يكره المعلم حنفي عم الحته؟ مهنتي اللي ما تروق بقى وتنزل تجيب لنا حاجه حلوه. عاوزه ايه يا بط؟ اتغديت لسه؟ خلاص هات لنا فخده لحمه وشوف تشرب ايه. والكلام اللي قلتيه دلوقتي يا ندامه انت لسه فاكره؟ اخص عليك يا ابو قلب اسود. يعني صافي يا لبن حليب يا روحي. انا راجع حالا يا بط. بقى كده يا حنف بيت يا خلد. نعم يا أستاذ. بتعرفي المعلم ابو سلمى؟ حفظ احصى من بيقولي حاله في حركات تنقلات. وترقيات كمان. عمي الغدا جاهز. الغدا جاهز يا عمي. ها؟ الاكل قبل ما يبرد. الاكل؟ طب ما تقولي يا بنتي من الصبح الاكل. هي دي بقى يا ست الكفته اللي بتقولي عليها؟ دي زبده كلت منها 3 صوابع. يا سلام، ولسه عايشه؟ امال ده انت هتاكل صوابعك وراه. طيب بقى وانا هاكل كام صباع؟ 3 زي زبده؟ زي ما يعجبك. مالك يا عم؟ انت النهارده متغير خالص. انت مش زي عوايدك قبل. ها؟ ايوه يا بنتي، اصل الزبده الكفتة طعمة قوي. جرى ايه يا جلجل؟ انت نسيت اختك ولا ايه؟ انا مالي، انا عايز رحمة، عايز اتجوز رحمة. هجوزها لك، ولو عاوز تتجوز كل بنات الحتة هجوزهم لك. ما جوزتنيش رحمة انا هموت نفسي. ما تقولش كده يا جلجل، بتقطع قلبي. يلا يا حبيبي فرفش وتفسح لك شوية. دستور. اهلا وسهلا. اتهوى بقى يا جلجل. اهلا اهلا. جرى ايه يا عم؟ احنا مش قد المقام ولا ايه؟ ده دي هتتغدي بيا قبل ما اتعشى بيكي. صحيح عاوز تتغدى؟ وافطر واتعشى. انت باين عليك نفسك مفتوحه قوي. انا اكيل بس يا خساره.
انت عارف انا بعتلك ليه؟ عايز اعرف. طب تعالى معاي. والله زمان يا ابو سنة. وحشتيني قوي يا بطوطة. قلب حنف. ايه عاوز ايه يا فلفل؟ الجماعة بتوعك في القهوة ومعاهم العيال. عاوزين ايه؟ الست بتعيط والعيال بيعيطوا وحاجة صعبة قوي. امسك. خد اديهم مليار ده وانا راجع حالا. حاضر يا معلم. اتفقنا؟ اتفقنا يا حلو. ده باينه جه. ولا يهمك. لا ما تبوظش الشغل، انت دلوقتي تخش اوضه الجلوس وهو تو ما يخش تخرج على طول. بنت يا خولة. نعم. اول ما يخرج ابو سنة تصفري لي. حاضر. يا حبيبي يا حنفي وشايل ده كله ما عدمكش ابدا، والنبي توصلهم لغايه المطبخ. كمان للمطبخ. وحياتي. اتفضلوا. واحد هيمزح لزياده. كمان في كندية. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. نجيب لكم قهوه ولا شربتوها بره؟ متشكرين يا عويس افندي. اذا نجيب لكم شاي ولا ما بتحبوش؟ برضو متشكرين، بس احنا جايين لك في مأمورية وان شاء الله هتقضيها خير. صلي صلي على النبي. اللهم صلي عليه. حسن ابني عايز يناسبك، وطبعا انت عارف اصلنا وفصلنا وعارف كل حاجة عننا. والله يا حاج من جهة الاصل انتوا ناس اكابر، انما ما تأخذنيش لسه لسطى حسن يوميته صغيرة. ده ابني وما عنديش غيره، ورقبتي سدادة، الشبكة اللي انت عاوزها والمهر اللي تطلبه كمان كده. والله تشكر يا حج. طيب اخد رأي البنت في الاول عن اذنكم. اتفضل. مبسوط يا حسن يا ابني؟ كتر خيرك يا والدي. انت تعرفي رست حسن؟ حسن مين؟ ابو علي. ابو علي مين؟ حسن ابو عابي اللي عاوز يسرق المعزة. يا بنت سيبك من شغل بنات الايام دي. اسمعي، حسن جاي هو وابوه عاوز يتجوزك، قبله ولا اطردهم؟ اللي تشوفه يا عمي. يا اختي انا ما اشوفش اللي هيتجوز انت مش انا. هو على العموم باين عليه جدع ابن حلال. كده ابن حلال يعني قبله. ايوه يا عمي. طيب وزبده هتاخديها معاكي ولا هتفضل معايا؟ لا زبده معايا. كده مبروك عليكم. طبعا هتيجي معايا انا يا زبده، مش كده؟ دي علبه لبان يا عم صلاح. حاضر. حسن وابوه راحوا عند عويس، حسن هيتجوزها، انا هموت نفسي. ولا يكون عندك فكره. بيت يا خولة. نعم يا اسطى. روح اندهي لعويس افندي وقول له الست عاوزاك. عويس؟ عويس ال عويس ال جرابت، عويس افندي اللي ساكن قدامنا. ما تنسيش تخبطيست وانا صغيره كده. بس كده؟ من عيني. ولا تفكر في حاجه يا حبيبي. ما اقدرش، اصل الست بعتني مأموريه. انا عارفه هو مزاجها اتلخبط اليومين دول. مين؟ راجل مهكع في الحرس مع عويس. ييه اهو جه اهو. عن اذنك بقى يا سحوت. سعويل الست بعتني ليه؟ ليه؟ عايزاه. عايزاني انا؟ ما تعرفيش عايزاني ليه؟ ما هو الحب وحش يا سعويل. يلا بقى الحب اعمى. اعمى للدرجه دي؟ ليه؟ انت مالك؟ ما انت مال بهدومك اهو. هي فين هدومي؟ الراجل ما يتعيبش يا سعويز. يلا بقى لحسن الست عمده وفرح الليله دي. انت بتكلمي جد؟ يوه وانت هتتقل. لا الست ما تحبش الدوق. ايه الحكايه يا اخواتي؟ انا متهيألي بحلم. ما هو السعد وحش بيجي على غفله زي السكته القلبيه تمام، ومره واحده تلاقي نفسك متلخبط فيه بدون مناسبه. ايوه صح يا ولاد، السعد وعد. والعنايه صدق. وهي فين؟ فوق. فوق. عويس افندي شد حيلكم مار. يلا بينا. يلا ليلي
نصب وانا لي وحدي ما فيش. بس فايدي بخربك وانت ما بيجيش. حلاوة الحبيب مش هيرضى بقى يا ست زوزو. الحبيب مش فاضي يا حمود. مفضيه قدام شوية. جلفي مالك يا جلفي؟ انت بتتقل عليا ولا ايه؟ والنبي سيبيني دلوقتي يا زوزو كده. طيب يا جلفي حمودة. ياني ازيك يا حمودة؟ ازيك انت يا ستي بطة؟ دايخ يا ستي بطة. ضغطك حلوة. ما هو ده اللي مجنني. عوسة اهلا وسهلا. اهلا يا الف مرحبا. شفت البيت منور ازاي؟ تعالى يا جلجل سلم على عمك. اهلا وسهلا يا عمي. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا سعويس. اهلا وسهلا بحبيب القلب. حبيب القلب؟ ايه يا اخويا الحكاية؟ اتفضل اتفضل. تعرف انك وحشتني قوي يا سعويس. انت بتتقل عليا ولا ايه؟ اقعد اقعد عبال ما اكمل لبس. بتترعش كده ليه؟ انت خايف مني؟ ابدا. بس بس ايه؟ نشفت دمي يا سعويس. ربنا ينشف دمك. اطلع نضارة يا بتاع الحمص. حمص؟ هتيجي معانا الفرح الليلة؟ اعمل ايه؟ انا اصلي مش عاوز اسيبك. هتتقل عليا بقى وتنشف دمي؟ ما تتقلش يا سعويس. انا اصلا احب الحنية. انت مش حنين يا سعويس اوي يا ست بطة. خلاص هتيجي معنا الفرح. هدومي؟ انا ما يهمنيش الهدوم. انا عايزك انت كده. انا تحت امرك. مش هتحبني بقى يا سعويس؟ اقول ايه؟ قول له احبك يا بطة. حبك يا بطة. We'll be right back.
اسمعني قلبي صبر على طول قال اللي يصبر بكره ينوم واسمعني قلبي صبر على طول قضيت ليالي في هواك يا لالي ما اتمنهاش ابدا لعدو والبعد كمان حرمة كمان وحياتك انت
فما عسى أن أصنعه حبي ودلع يا دلع يا دلع دلع قلبك هجرني هو ساب نارين واعمل له ايه علشان يحن وانا كل خل ابديه ان حفيظ الهوى وضيعه بلاش دلع قلبي انخلع بلاش دلع قلبي انخلع فما عسى ان اصنع حبي ودلع يا دلع يا دلع يا مدلع يجري. طب اشوفك ازاي يا بطة؟ انا تحت امرك، البيت مفتوح والقلب مفتوح. روح بطة يا روح بطة. انا مجنون. وانا كمان. اسمع ممكن انا تحت امرك. قلبي سلامة قلبك يا روحي، تصبح على خير يا عسعوسة. ايوه على خير، اصبح على خير. يا بوليس اسمع، انا جدع. مية مسا يا ابو سن. اهلا، اتاخرت قوي يا جميل. عملت ايه؟ المعلم حانف يمقانس الليله في التخشيبه. حلو، ظبطوا حاجه؟ المخزن كله نجدع يا ابو سن. تعالى هات الازازه واقعد لعبني المزه طازه طازه والحال عجبني اسمر يا الله. انت رجعت من الشغل بدري يا عم؟ اصلي اخدت اجازه النهارده. ايه بتبصي لي كده ليه؟ انت صبغت شعرك يا عمي؟ صبغت شعري فيها حاجه، واشتريت كمان هدوم ب 200 جنيه. هو انا كبرت يا بنتي؟ قرش الزمن هو اللي عجزني؟ بس سي حسن وابوي يقولوا ايه؟ سي حسن؟ سي حسن ده يطلع ايه؟ انت نسيت يا عمي ان الشبكه يوم الخميس. قصدك كروستا حسن؟ طب فيها ايه يعني؟ هي الصبغه حرمت؟ بس ما يصحش يا عمي، انت راجل كبير. اخلصي كبير في عينك، اطلعي انا صغير هدومي في الضيله. يلا في الضيله. السلام عليكم يا جماعه. السلام ورحمه الله وبركاته.
مين ده؟ ده عويس افندي. عويس افندي؟ وماله عامل في نفسه كده؟ الراجل باين عليه اتجنن. ده داخل عند بنت الست بطل. بطل؟ اه. على اذنك يا صبرين. اتفضل يا ابو علي. مين؟ انا حسن. عمي مش هنا يا سي حسن. تعالى عايز اكلمك. انت بتعيطي؟ لا ابدا مفيش حاجه. ايه اللي ودى عمك عند بطل؟ مش عارفه اليومين دول عمي متغير خالص. راح صبغ شعره واشترى هدوم ب 200 جنيه وسهر ليله لحد الصبح ورجع سكران. انا فهمت. ده مقلب عاملاه بطه عشان تجوزك يا جلجل. انا اتجوز جلجل؟ اسمعي يا رحمه، انت بتحبيني صحيح؟ وده سؤال يا سي حسن. تعالي ننزل نتجوز دلوقت. من غير عمي مستحيل. اسمعي كلامي يا رحمه. عمي هو اللي مربيني، انا ما شفتش ابويا، وقعت على الدنيا لقيت عمي. طوعيني يا رحمه. ما اقدرش ازعل عمي، وكمان اهل الحته يقولوا ايه؟ هيضيعونا يا رحمه. ما اقدرش يا حسن ما اقدرش. مستحيل ده يتم. انا هنزل استناه لغايه ما ينزل من عندها واكلمه. لا يا سي حسن. سامحيني يا رحمة. يا اخوتي الجدع الزغنطوط ده يبقى أعجبك يا روحي يا عوسة، ده انت عاجبني من غير حاجة. عويس حياة عويس. عرفت تنام امبارح؟ ابدا ما عرفتش انام لحد الصبح. ولا انا. معلش سامحيني يا حبيبتي اني بعذبك. العذاب في الحب هين بس اهلا ويرضى الحبيب. الحبيب راضي قوي يا بطي. عويس عينين عويس. تتجوزني؟ اجوزك؟ ده انا اتجوزك واتجوز ابوكي واللي خلفوك. بس اوعى بعد ما نتجوز تسيبني وتسهر بره وتبص لحد غيري. خليك حنين على بطتك. ايوه صحيح انا شراني وحش وحمش مع الستات وبعذبهم. خلي بالك بعذبهم، لكن معاك انت يا بطتي الوضع هيتغير. اموت فيك يا سبع الرجاله عويس. نعم. امتى هنكتب؟ نكتب ايه يا بطوتي؟ نكتب الكتاب. صحيح. الله جرى ايه يا عويس؟ اوعى تكون ما بتحبنيش لحسن اموت نفسي. لا 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 مفيش داعي، نكتب يا ست زي بعض. نكتب الليله. الليله؟ ايه في مانع؟ لا الليله مش ممكن. ليه بقى؟ بعد ما يتكتب كتب كتاب البنت. بنت مين؟ رحمه بنت المرحوم اخويا. اصل لسطى حسن اللي جنبنا الخميس الجاي جاي يخطبها ويسبكها، والخميس اللي بعديه هيكتب الكتاب. بالمرة اخليهم يدخلوا ونروح احنا بقى ونتجوز. وعاوز نستنى اسبوعين؟ واسبوعين كتير؟ ما اقدرش نكتب الليلة. يا ستي ما تستعجليش. ما هو يا كده هتتفضل من غير ما ترد، وانا كمان هعزل من الحتة دي عشان ما اشوفش وشك. انت هتعيطي. يلا اتفضل سيبني اتفضل روح بيتك. طب معلش يا ستي نكتب الكتاب. مش عاوزة. ابوس ايدك. مش عاوزة. معلش نسيت نفسي. لا ده انت بقى اللي ما بتحبنيش. ما بحبكيش. قولي كلام غير ده. والله انا من غيرك الموت عندي احسن. طب واللي يحب واحدة مش يتوحى؟ طبعا شبيكي لبيكي. نكتب الليلة دلوقتي حالا. بنت يا خالة زغروطة. الليلة دخلتنا يا عويس، الليلة حنشوف الدنيا. احضني يا عويس. مش قادر يا بطوطة. طب روح انت يا حبيبي وضب نفسك وقول لرحمة، وانا هحضر كل حاجة. والله وقعت يا عويس. يا عويس افندم. عويس افندم. اهلا وسهلا. ابويا بيسلم على حضرتك وبيقول لك تسمح لنا نحط التعليق. تعليق ايه يا ابني؟ تعليق الفرح. مش بعد بكره الخميس؟ الفرح. طيب يا اخويا سلم لي على والدك وقول له عمك عويس افندي بيرجوك تاجل الفرح للخميس اللي بعد اللي جاي. ليه يا عويس افندم؟ اهي ظروف جدت يا ابني. اقدر اعرف الظروف دي؟
إذا كان على المصاريف أبويا مش هيخليك تصرف ولا مليم. لا ظروف تانية، ظروف تانية. يا عويس أفندي، بطة دي ست مش كويسة. اخرس، دي بطة ست الحارة كلها، دي هي الحتة. يا عويس أفندي، دي بتضحك عليك زي ما ضحكت على ناس كتير قبلك. أنت ازاي تتجرأ وتتكلم عن ست بطة بالشكل ده؟ دي الحقيقة. أنا ما اسمحلكش أبدا تتكلم عنها كده. اتفضل قول من وشي وأنا هكلم والدك. يا عويس أفندي، فوق لنفسك. فوق لنفسي؟ أنت يا واد شايف دي بتطوح. أنا شايف إنك بتهد حياتك وحياة ناس كتير معاك. الله، أنت هتديني درس؟ أنت فاهمني صبي وياك في الورشة؟ أما وقاحة وقلة أدب. يلا فضنا، غور غور، دي حاجة تجنن، دي حاجة تجنن. دي حاجة تجنن، دي قلة أدب. مالك يا عمي، في حاجة؟ الواد حسن مش عاجبه إني أتجوز، بيتدخل في شؤوني. أنت هتتجوز يا عمي؟ آه، في إيمانة؟ ابدا. طب ما انا طول عمري بقول لك اتجوز. خلاص، اديني سمعت كلامك وهتجوز. هتتجوز مين يا عمي؟ هتجوز بطة. بطة؟ بطة العالمة؟ اه، مالها؟ بطة ما تنفعكش يا عمي، انت مش بتاعها. مش بتاعها ليه؟ وحش مكسع. مش قصدي يا عمي. امال قصدك ايه؟ بطة ست زي القمر. علشان كده انا خايفة عليك. لا، من الجهاد اطمني، دي بتموت في دماديبي. يا سلام لو شفتيها وهي بتعيط قدامي، والله تصعب عليك. دي بتضحك عليك. ليه؟ مش لاقي رجالة؟ أبوس إيدك يا عمي، بلاش الجوازة دي. طيب وإذا قلتلك بلاش تتجوزي حسن، تقبلي؟ حسن بيحبني وأنا بحبه، وإحنا الاتنين من سن واحد. آه، عاوزة تقولي إن أنا عجزت؟ لا يا ست هانم، أنا في عز شبابي، أنا جامد. علشان خاطري يا عمي، بلاش الجوازة دي. بقى اسمعي، هتجوز بطة يعني هتجوز بطة. فإذا كنت صحيح بنت أخويا اللي ربيتك، تسمعي كلامي ولا لكيش دعوة بحاجة من دي أبدا. إما إذا حبيتي إني أتبرى منك من النهاردة، لا أعرفك ولا تعرفين. بقى كده يا عمي؟ أيوة كده. قلت إيه؟ أنا ما أقدرش أسيبك يا عمي، بعد ما ربيتني وعشت معاك طول عمري، أصبحت أنت أبويا وأمي وكل أهلي. يعني هتحضر الفرح؟ أنا تحت أمر. طيب يلا جهزي نفسك علشان الفرح الليلة. الليلة؟ أيوة الليلة. حاضر. وبعدين معاك، انت مش عاوز تفهمني ليه؟ افهمك ازاي؟ هتتجوزي راجل تاني وتقولي لي افهمك؟ يعني عايز نعمل ايه؟ مفيش جواز. نعم نعم، هنحجر يا بطة، انا قلتلك مفيش جواز. لا لا لا، انت نسيت ان انا بطة ولا ايه؟ لا ما نسيتش، بس يعني مش هفوتها لك دي. لا تقدر تعمله اعمله. حاضر يا بطة، يا انا يا انت. شيل على قدك يا معلم، اضطر يا اخويا اضطر. اوعي تنسي يا بطة. فاكرة يا ابو سن؟ هنشوف يا بطة. مع السلامة يا روحي. يا روحي انت، يا سيدي انت. الله يسلمك. امال فين الست؟ بتلبس جوه. اتفضل عمي، انت سيبني لوحدي.
ازاي؟ ما انا معاك اهو. ما بلاش تقلي بقى يا واد، ما خلاص بقينا على واحده. يلا يا بنت انت وهي زفت العروسه. واحد مين؟ ما تخليش يا رحمة، ده لازم جيجل، أصل يختي بيمشي وهو نايم. أنا خايفة يا عمي. وبعدين بقى أنت صغيرة على الحاجات دي. أنا هروح أنام في بيتي. بيتكو؟ طب ما هو ده برضه بيتكو يا روحي. يلا يا حبيبتي يلا بلاش دلع، روحي نامي. يا راجل ده ابكوا اللي قبلكوا. هات شوية يا عم. اصحى نايمين بقى، الفول والبليلة. هات يا عم نهارك ابيض. صباح الايش؟ طب ما فينك بقى؟ اصل احنا مش هناخد النهارده. هو حسن ما فاتش عليك؟ لا لسه ما فاتش. اه طب ممكن تديله الورقه دي؟ اه مفيش مانع، ولا وهمناها يعني جديده عليا الشغلانه دي. علشان خاطر. حاضر، بس اوعي يكون في قله ادب. لا عيب يا معبد. كده؟ اصل حسن الفول استوى. كنت فين يا روحي؟ كنت بشم شويه هوا. انت خايفه مني ليه؟ ده انا لطيف لطيف قوي، الستات كلهم بيدوبوا فيا. ارجوك سيبني. اسيبك ازاي؟ ده انا ما نمتش طول الليل. طب روح نام. هنام بس لما ترضي عني. انا راضيه بس سيبني. حني عليا بقى. ارجوك سيبني. صباح الخير يا جلجلتي. صباح الخير يا رحمه. صباح الخير يا اختي. صباحيه مباركه. امتى انا بقى؟ انت عاوز تتجوز يا جلجل؟ اه يا اختي. تعجبك رحمه؟ انا مخطوبه. وانا كمان مخطوب، بس انت اولى. يا عويس عويس، انا دلوقتي هكلم عمك عشان الفرحه تتم ويبقى زيتنا في دقان. عوسه، اما انا هقول لك حته خبر. خير؟ ايه رايك لو جوزنا رحمه الجلجل؟ نجوز رحمه الجلجل؟ ايوه. أه طبعا موافق يا عمي. ايوه بس رحمه مخطوبه لحسن. حسن؟ حسن ده حته الصنيعه ب 40 قرش في اليوم. ايوه بس احنا اتفقنا مع الرجاله. كلمه واحده، رحمة مش هتتجوز حسن، هتتجوز جلجل. أنا مش هتجوز جلجل. اخسى عليكي. صح الكلام اللي بتقوله ده يا عويس؟ أيوه بس يعني. بس إيه؟ مش قادر تحكم على حتة عيلة صغيرة قد دي؟ ما بلاش حسن ده يا رحمة. أنت بتتكلم جد يا عمي؟ أيوه يا بنتي. قدامك سجلجل أهو زي ما أنت شايفة. صحيح يا عمي عايز تجوزني جلجل؟ ماله جلجولة يا أستا رحمة؟ ما هو واقف قدامك أهو يشرح القلب. ده أنا هفسقك وأدلعك وأفرفشك. بقى كده يا عمي اداني. ابيعك ازاي يا بنتي؟ بس انت شايفه. على كل حال احنا مش مستعجلين، قدامكم شهر تهيصوا فيه سوا وتتفسحوا سوا وبعدين نكتب الكتاب، مش كده ولا ايه يا عوسه؟ امري. وانت كمان في الشهر ده هتكوني خدتي على جلجل وجلجل خد عليك، انا عارفه انك هتعجبيه. انت راجع على كده يا عمي؟ معلش بقى يا رحمه. حاضر. حبيبي حسن، ارجو ان تقابلني اليوم الساعة الخامسة أمام محطة الأتوبيس. وري يا بنتي. شكرا يا معلم. الله شد حيلك، ما فيش حلاوة من غير نار. السلام عليكم. مع السلامة يا حلاوة. على فين؟ أنا رايحة للخياطة. مفيش خروج. مفيش خروج ازاي؟ هو انا في سجن؟ انا قلت مفيش خروج. لكن انا لازم اخرج. الكلام ده تمشيه على حد غيري. امشي خشي اوضتك. انا هخرج. اجري تدجحيلي يا بنت.
سيبك، مش هخش الاوضه وهاخد. نعم انت بتضربيني؟ وحصل ايه؟ ضربت البرنسيسه؟ هي حصلت لحد كده واكتر من كده كمان. ايه الحكايه يا اختي؟ الله، رحمه مالها؟ عايزه تخرج يا سيمي. وماله، نخرج سوا افسحك واديك السيمه كمان. عاوز افندي. نعم، في خدمة؟ تسمح لي عايزك في كلمتين. كلمتين ايه؟ انا ما قلت لك تقول لوالدك يأجل الموضوع بتاعكم شوية. بس عايزين نقعد في حتة لوحدينا، عايز اقول لك على حاجة تهمك قوي. انا مانيش فاضي. ارجوك يا عاوز افندي. بصراحة بقى يا ابني رحمة ما تنفعكش. رحمة وانا روح وجسد واحد. ديكي. ما بلاش كلام العيال ده، عن اذنك. ارجوك يا عاوز افندي. يا حبيبي قلت لك مانيش فاضي، قول لوالدك الكلام اللي قلته لك وبس. عاوز افندم، تعال صلح لي السوسته من عيني. اي تخسى عليك. قول لي، هي رحمه لبست ولا لسه؟ مش عاوزه تخرج. وهتقعد لوحدها في البيت المجنونه دي؟ اندهلها رحمه. يا رحمه، لا دي رحمه دي عايزه لها شغل كتير قبل ما تتدردح. نعم يا عم. ما لبستيش ليه يا رحمه؟ البس ايه؟ تعالي روح افتح لك دولابي ونقي منه احلى فستان يعجبك. انا مش عايزه فساتين. مش عايزه تروحي معانا الفرح ده؟ انت هتنبسطي قوي. انا كده كويس. الله، وبعدين يا عويس هنفضل كده في النهار ليل ونهار؟ ما تكلمها انت، انت باين عليك مدلعها قوي. يا بنتي ما تلبسي وتيجي معانا الفرح. اجي معاك واعمل ايه؟ تتفرجي تشوفي الدنيا. تعالي تعالي اعمل لك تواليت. انا مش عايزه يا عمي. دي كلمها انت بقى يا عويس. يا بنتي يا حبيبتي اسمعي كلام قبلتك، روح البس هدومك. انت موافق على كده يا عمي؟ طبعا. الله، هو فيها ايه؟ هي الناس هتاكلك. يلا مال مدام ده يرضيك. حاضر اهو كده. تعالي روحي تعالي. ايه رايك في الفستان ده بقى؟ الا قولي لي يا رحمة، تعرفي ترقصي؟ ارقص؟ لا معرفش ارقص. هعلمك، هخليكي احسن رقصه في مصر. انا كنت خالي
انشغالي قبل انشغالي لحد رمشك ما جانا تاني وست عليا انت وزماني انت وزماني يا ما عجباني والله العظيم
انا يجي مني. عاوز ايه؟ عاوز بوسه يا روحي. تضربيه ليه يا استاذ احمد؟ بيتهجم عليا وعايز يبوسني. طب ومالي يا استاذ عادل؟ يعني هتنقص حته لما يبوسك؟ قول لها يا عم تبطل الكلام الفارغ ده. ليه يا جلجل بتعمل فيها كده؟ بحبها يا عم وعايز اتجوزها. انا ما بتجوزش حد. ليه يا استاذ عادل؟ مش قد المقام ولا ايه؟ بقى جلجل الشياكه النزاجه كله ترفضيه؟ اسمع يا عويس، انت تشوف لك حل في الحكايه دي. قال يا رحمة ما تزوديش علي عيشتي. اتفهم انت بقى معاه، انا داخل انام. وانت يا جلجلتي خش استريحي. عاجبك كده؟ احنا لازم نسيب البيت ده يا عم. اسيب البيت؟ اسيب مراتي؟ اسيب حياتي؟ دي ما بتحبكش وهتبهدلني انا يا عم. بطه ما بتحبنيش؟ دي بتموت فيا. دي بتضحك عليك، بطه مش بتاعتك، مش انت الراجل اللي تملى عينها، ومفيش راجل يملى عينها. اخرسي! انا عارفك كويس، انت بتدوري على مصلحتك علشان تتجوزي الواد حسن، وما بتشوفيش عمك الغلبان اللي عاش محروم طول حياته علشانك. يا خساره تربيتي فيكي. صدقني يا عمي، بطه هتبهدلك. لكن انا بحبها. فاهمة يعني ايه بحبها؟ بحبها يعني ما اقدرش اعيش من غيرها. بطة كل حاجة بالنسبة لي دلوقتي. هي عمر اللي فات، وكل اللي اتمناها اني اعيش جنبها اليومين اللي فاضلين في الدنيا. بحبها، ما اقدرش اعيش من غيرها. بحبها بحبها. انت بتعيط يا عمي. بعيط ازاي يا بنتي وانا عشت حياتي محروم؟ طب سيبني انا اخرج من هنا. تخرجي تروحي فين يا بنتي؟ اتجوز حسن. انت لو خرجت من هنا هتطردني، واذا سابتني مش هقدر اعيش. انا بعرضك يا بنتي، ابوس ايدك، حياتي في ايديكي، ابوس ايدك. حاضر يا عم، هتجوز جيلك. صحيح، أنا مستعدة أعمل كل حاجة عشان أسعدك يا بنتي. ربنا يخليك ليا. يعني أقول للبطة خلاص؟ أيوة، بس ليا رجاء واحد، اديني فرصة شهر ولا شهرين لحد ما أخد فيهم على جلجل وأحاول إني أحب. يا بنتي يا حبيبتي، أنا من فرحتي مش عارف أقول لك إيه. كل اللي أنا عايزاه إنك تكون مبسوط وسعيد يا عم. سعيد؟ ده أنا في منتهى السعادة. بصي شوفي وشي، شوفي إزاي بيضحك. أما أروح أقول لها بطة، بطاطا، بطوطة، افتحي يا بطة، رحمة خلاص هتتجوز جلجل. بس كده يا رحمة؟ وافقتي خلاص يا رحمة؟ ايوه يا جلجل. خلاص مفيش زعل. ها؟ اهو دلوقتي بقينا عيلة واحدة. تصبح على خير يا رحمة. تعالي يا عويس. الفول، الفول حامض. صباح الخير يا عم عبد. اهلا وسهلا استحاسه. عايز منك خدمه. عارف فلازم عاوز توصل حاجه عشان خاطري. طيب هات. الله، مكتوب في ايه الورقه دي؟ معاد عشان اقابلها كده. اللي اقول لي هم صحيح هيجوزوها لجلجل؟ بيقولوا يا سيدي. وصرف فيهم الفول اللي كلوه. معلش، روح انت مع السلامه. كتر خيرك يا عم عبد. العفو، مع الف سلامه. يا اخوانا اصحوا، الفول جالكم. يا سبت رحمه، يا سبت رحمه، عايز حاجة يا عم عبدو؟ مش هتدفعوا الحساب اللي عليكم بقى يا ست رحمة؟ حاضر، أنا نازلة لك حالا. يا عم عبدو. يا نعم. حط القرشين يا عم عبدو. خلاص شطبنا. يا راجل اختشي. والحساب؟ الحساب يوم الحساب. أو قبضنا. الفول. أهلا أهلا. قول يا ست البريد المستعجل. من حسن؟ طبعا. حبيبتي رحمة، أرجو أن تقابليني اليوم الساعة الرابعة في المكان الذي تعودنا أن نتقابل فيه. ازيك رحمة؟ وحشتيني أوي.
اقول لك كلمتين بس ارجوك تطوعيني، لان حياتنا كلها متوقفه على الكلمتين دول. انا عارفه عايز تقول ايه لكن ما اقدرش يا حسن. ليه؟ احنا مش بنحب بعض ومش هحب حد. ايه؟ طب ايه المانع نقوم نروح عند اي مأذون دلوقتي ونكتب الكتاب؟ ما اقدرش يا سي حسن. ليه يا رحمة؟ لو عملت كده عميني وتبيع قلبك وحبك عشان عمك، تبعيني انا عشان عمك. عمي راجل مسكين ملوش في الدنيا حد غيري، وانا لازم اقف جنبه. وانا يا رحمة؟ انت؟ انا مش عارفه اقول لك ايه. ده رايك النهائي؟ ارجوك تسامحني. افهم من كده انك هتتجوزي جلجل؟ انا اعمل ايه؟ قول لي اعمل ايه. عاوز حاجة يا سجلجل؟ مش قادر انام. احنا مش اتفقنا لغاية ما اخد عليك؟ مش قادر اصبر، بقالك شهر بتلوعيني. احنا لازم نتجوز حالا. حاضر. امتى؟ وقت ما يعجبك. بكرة. معلش اديني مهلة اسبوع. اسبوع كتير. هتعمل يا سجلجل؟ عايز ابوسك. مش دلوقتي، نفسي فيها من زمان. ابوس ايدك عشان خاطري. طب اتفضل. ايه ده؟ مش بتقول عايز تبوسني؟ ابوس ايه؟ لوح تلج؟ هعمل لك ايه؟ مش قلت لك اديني فرصه احبك فيها؟ انا حجتني انت. ازاي انت ما بتحبنيش؟ انا في واحده ما تحبنيش؟ طيب اما وريتك، اما سففتك تراب الارض، ما بقاش انا جلجل اخو بطه. يلا يلا يا روحي، يلا يا روحي، يلا حسب عيني اللي ما يصلي على النبي. مبروك عليكي مبروك عليكي. We'll be right back.
بس كويس يا عمي. ده انت بكره هتسوي الهوايل. ايه مالك يا عويس؟ لا مفيش. مفيش ده يا اخويا، فرفش كده واشرب لك كاس. مش عاوز اشرب، مالياش نفس. مالكش نفس؟ اشرب اشرب. عاد يا رحمه، عاد يا روح. هنديها كاس يا جيل. عينيا. معلش يا ابني، انا مش عايزه اشرب. يا بنت اشرب، ما تجيش حمله. شفتي يا اختي رقصت ازاي؟ لبكره هتبقى قسطه في ساحه القسطه الصغيره. يا اختي مالكوا كده؟ احنا قاعدين في جنازه ولا ايه؟ ما تشرب يا سعويس. اشرب يا بنت. جيل خد رحمه وقومه هيسك بالفرح شويه. حاضر. يلا يا اختي، يلا يا حبيبتي، يلا يا مراتي. ملك يا عويسه. مفيش. في حاجة مزعلك؟ لا مفيش حاجة. أنا أصلي ما أقدرش أشوفك زعلان أبدا. لا أنا مبسوط. طب أقدر أطلب منك حاجة؟ اتفضلي. طب اسرق الكاس بتاعك قبل. أصلي عاوزة كده 500 جنيه عشان أغير الصيغة بتاعتي وأسدد شوية ديون. 500 جنيه؟ سلف يعني. أنتِ مش واخدة 500 جنيه قبل كده؟ أخصى عليك يا عوزة، مش دول كانوا المهر بتاعي؟ هو أنت كنت عاوز تتجوزني من غير مهر؟ ال 500 جنيه دول هم اللي فاضلين. كده؟ طب مانيش عاوزة. يا ست حقك عليا. قلت لك مانيش عاوزة. يا ريتني ما حبيتك، أنا أصلي بختي مهبب. يا ستي مش نتفاهم. ولا نتفاهم ولا حاجة، ومن دلوقتي كل واحد يفكر في روحه. الله، أنت هتكبري المسألة. مش عاوزة 500 جنيه؟ حاضر، هجيب لك ال 500 جنيه. طب مش كنت تقول كده من الأول؟ حقك عليا. يعني لازم تزعلني؟ قلت لك حقك عليا. بصحتك. Thank you.
فيكي ايه؟ كفايه يا شرطه. سيب الازازه. مش هتشرب. ارجوك يا حسن ما تضايقنيش. ما تطلعها يا اخي. يا ريت. ايه اللي حايشك؟ ما اقدرش اعيش دقيقه واحده من غيرها. ورحمه ذنبها ايه؟ رحمه هتضيع. هي لسه ما ضاعتش. لسه في امل. ابدا. الدخله وكتب الكتاب الخميس اللي جاي. امنع الجوازه دي. ما اقدرش. قول لنفسك يا عويس افندي. يا حسن يا ابني ما تضيعش وقتك. انا خلاص مت والاموال ما يصحوش تاني. ان ما كنتش هتمنع الجوازه دي انا هقتل بطه. اوعى يا حسن. ازاي اعيش من غيرها؟ دي هي حياتي. انا هقتلها واروح في داهيه عشان اخلص بنت اخوك المسكينه ما دام انت مش قادر تخلصها. صحيح. اما اروح اشوف المأذون جه ولا لسه. مبروك يا جلجلتي. ربنا يخليكي ليا يا اخي. حد يا اخويا استعجل المأذون. بنت يا خالة. انزلي الدهر يا شيخ بحري اوان. حاضر. وانتوا ياما البنات هيصونا كده. مبروك يا عروستي. تعالي يا روحي. مبروك يا عوزه. يا اختي مالك قاعد مدهول كده ليه؟ مش تقوم تحيي معزيمك؟ مبروك الجدع منهم بس. بس. وانا وانت. صلحي امورك معايا. واذا ما صلحتهاش هتعمل ايه؟ قال يا بطه. عاوز ايه؟ عايز. انت مش وعدتيني لما جلجل يتجوز رحمه؟ انت هتخرج من هنا ولا فرج عليك الحته كلها؟ ما تزوديهاش يا بطه. ما تهددنيش. ما تنسيش ان انا بحبك. وانا ما بعبركش. هموتك يا بطه. تموت بطه؟ ده انت ما تقدرش تموت فرخ. كده؟ اضرب يا حسن.
هو ده اللي مجنني فيه. هموتك. ما تقدرش. ليه؟ عشان انت ما تقدرش تموت حد. الرجاله النضاف اللي زيك يحيوا ما يموتوا. حرام عليك. حرام عليك انت. انا عملت فيك حاجه؟ معذبني. وعويسة فندي ذنبه ايه؟ رحمه ذنبها ايه؟ يعني مفيش فايده ابدا. انا ما انفعكيش يا بطه. انا راجل غلبان، هعيش راجل واموت راجل. وعاوز ايه دلوقتي؟ تمنع جواز رحمه من جلجل. وايه كمان؟ بس افكر. هقول لك ايه، انا انكتب لي عمر جديد على ايديك زي بعضه يا سي حسن. انا عشان بحبك هدي لك اللي بتحبه. وانا يا اختي وانت يا حبيبي تتجوز زوز واشتري لك الموتوسيكل. موتوسيكل زي بعضه. بس في حاجه. ايه تاني؟ لازم عويس يطلعني. اطلقك؟ امال يعني هشاهد في جماله؟ يا عويس افندي، رحم الله امرا عرف قدر نفسه. صحيح يا ابني، انا نسيت نفسي. انت طلقه كده وانا اللي حذفكم.